السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بعلاج تبول لا إرادي عند الأشخاص الكبار وعند الصغار. هذه الوصفة هذه هي وصفة فعالة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم تشخيص طبي سليم 100%، يعني ما عندهمش مشكل. هذه الوصفة هذه هي عبارة على واحد مكون، وهو نحتاج العنب المجفف، يعني الزبيب، اي نوع ديال الزبيب يمكن لكم تستعملوه. الشخص اللي مصاب عندكم او الطفل اللي كيتبول عندكم بالليل يمكن لكم تعطوه ملعقة كبيرة من العنب المجفف، يتناولها عادي باي طريقة كيحب، او لا تعطيوه عين الجمل، يعني مقدار ملعقة كبيرة ديال عين الجمل قبل النوم، يعني القرقع اللي ما عرفش عين الجمل، وهو القرقع يتناول منه الطفل او الشخص اللي مصاب بتبول لا ارادي. ويريد احبائي الاعزاء نتجنبوا اعطاء الطفل السوائل قبل النوم، ونحرصوا على ان يعني يتبول الطفل قبل النوم مباشره. الام يريد انها تحرص على الطفل ديالها فاش يبغي يلجأ للنوم ديالو، يمكن لها تاخذه باش يتبول مباشره قبل النوم ديالو. وكاينه واحد العمليه نجحات عند بزاف ديال النساء، وهو المنبه، يعني تحقق المنبه على ساعه حتى ساعه ونص، يعني باش تفيق الطفل ديالها او الشخص اللي مصاب بالتبول باش يتفاداو يعني الاحراج اللي كيتصابوا به. وايضا تجنب اعطاء الاشخاص الحلويات والشوكولا قبل النوم. هاد الطرق هذه كامله هي طرق طبيعيه وفعاله، وعطت نتائج جميله بزاف بالنسبه للاشخاص اللي ما كيعانيوش مشي يعني مشي مرض من غير هاد الوصفه. هذه هي خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم التشخيص ديالهم سليم 100%. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا الطرق هذه ديال عين الجمل، يعني قبل النوم ناخذ كميه ملعقه كبيره من عين الجمل او القرقاع، نقدروا نخلطوهم بجوج ونتناولوهم ونعطوهم للطفل ديالنا حتى هو يتناولهم قبل النوم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا الطرق هذه، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.